بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المختار. اليوم احنا عدنا لبلدنا غزة بعد قضاء مناسك الحج والعمرة، والحمد لله جميع الشباب اللي كانوا معنا ساعدونا، وقفوا معنا، وقفوا كأنهم إخوة بقلب بيت واحد، الكل كان يساعد. وإن شاء الله ربنا يوعد كل الشباب ويوعد كل أهل يافا المسلمين المحتاجين لهذه الحجة، والله يبارك لهم، والله يبارك لكل الحجاج إن شاء الله. أنا من كل قلبي بتمنى لكل أهل يافا يحجوا هذه الحجة اللي احنا حجيناها. الله فتحها بوجنا وبارك لنا، ان شاء الله يتقبل منا كل دعاء وكل صلاة وكل ركوع وكل سجود. احنا متوسلين لله، وان شاء الله ربنا يسمع منا ويبارك لنا ويردنا مش خائبين، يردنا سالمين غانمين لأهلنا ولأولادنا ولأهلنا بيافا. بارك الله فيكم وكل الجميع اللي ساعدونا، من أبو العبد والشيخ علي أبو محمد الله يبارك له، كان لنا الأخ الكبير والمرشد والمساعد والطبيب، الله يبارك لكم كلكم، شكرا لكم. بارك الله فيك.